السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كتشوفوا اليوم عندي الدرس الثالث في القفطان، إن شاء الله في القفطان درندا. عندي دابا الفتحة العنق القفطان، واللي بغى الفتحة العنق الجلابة فسبق لي درتو عندي على القناة، فاللي مهتمة أو لا بغى الدرس درجع للفيديوهات السابقة إن شاء الله، وتما غتلقى الفتحة العنق الجلابة. هنايا عندي كان عبر المسافة، هنا المسافة، وإما كان عبر بالصبعان، الصبعان كدير أربعة الصبعان ديالك، ولا ستة سنتيم، ستة سنتيم. وإذا كانت المرأة غليظة وراسها يعني كبير فكدير ليها سبعة سنتيم باش كيجي العنق مفتوح. مهم ستة سنتيم أنا عندي المسافة، ها هي كما كتشوفوا ستة. وهنايا عندي المسافة، كنحسبو المسافة هادي كنحسبوها وكنشوفو اللي لقينا. هنايا دابا أنا عندي 24 غنقسمها على جوج، غتعطيني 12 هنا و 12 هنا باش نفتحو الفتحة إن شاء الله. واحد، بسم الله على بركة الله، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، سعود، عشرة، حداش، اتناش. صافي عندي هنايا اتناش وهنا علقة اتناش. واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، سعود، عشرة، 11 12. كنتمنى يكون الفيديو واضح والشرح مفهوم. دابا عرجع نعمر الغرز ديالي باش نفتح العنق، فتح هذا العنق. هنا تسم ليا الخيط، غنخشيه في الثوب ديالي وغندير خيط جديد ان شاء الله. هانتوما الخيط الجديد. صافي كنبقى راجعه تاني نعمر انا ديك الغرز ديالي تنحصل على هاد المسافه اللي عندي هنايا وهنا، عاد كندير صافي عاود كنرجع
هانتوما كما كتشوفوا حسبت 6 الغرزات، 1 2 3 4 5 6، وعندا ندير الكورميطة ديالي ها هي. أربعة الغرزات هانتوما صافي. وعنجي لهاد الغرزة هادي، الغرزة هادي، وعنكمل الغريزات 2 3 4 صافي. ونرجع تاني نبقى طالعه بهذه الطريقه هذه صافي. غنضرب انا هذه الغرزه هذه اللي عندي هنايا ها هي، ونركب العقيقه صافي. ونجي لهاد الغرزه هذه، غنخلي هاد الغرز هادو، غنجي لهنا وغنحسب 6 تاني، 1 2 3 4 5 6 في خدامة والحساب. يعني إذا غلطتي في شي غرزة كطلع لك شي زواقة مقادة. صافي غندير واحد الغرزة هنايا بين العقيقة. كنتمنى يكون الفيديو واضح. ها هي بين العقيقة، فهاد العقيقة ما غنديرش الغرزة، غنمشي لهاد الغرزة هادي ها 1 2 3 صافي. غنرجع نعمر الغرز هنا في هاد الغرزة هادي. غنضرب 3 الغرزات ها 1 ها 2 ها 3، ونكمل الغريزات صافي. نفس الطريقة اللي طلعت بها هنايا غنطلع بها هنايا، يعني غنضرب غنبقى غادية جاية غادية جاية حتى نكمل 4 الغريزات ديالي هنايا نطلع بيهم، وندير ثاني نغلف الكورميطة ونتبعها بالعقيقة ثاني. ها هي كما درت في هاد الطريقة غندير في هادك حتى نكمل هنايا 7 العقيقات بحال هاد. انا كملت هاد الجهه هادي هانتوما كيما كيف طلعت ها هي. ودابا هاد البلاصه هادي غنرجع ليها ان شاء الله. هانتوما هنايا عندي 12 غرزه، غنبدا الغرزه ديالي في هاد الغرزه هادي اللي درت منا هاد الغرزه هادي. كنتمنى الفيديو يكون واضح. هانتوما ها هي هاد الغرزه هادي عندها فيها ها هي باش عدشينا حتى هي 12 صافي. عندا نفس الطريقه اللي درت في هاد الجهه هادي غندير في هاد الجهه هادي ها هي 1 2 3 4
صافي غنبقى انا غادي انا نطلع الغرزه ديالي تاد حتى غنكمل اربعه هنايا د الغرزات غنطلع باربعه د الغرزات ونغلف الكورميطه من بعد دقيقه. المهم كيما درت لهاد الجهه هادي غندير لهاد الجهه هادي هانتوما هنايا درت هادي. دابا نغلفو الكورميطه ديالنا، ها هي اربعه، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، اربعة، هنايا غنضربو الغرزة ديالنا هنا، هيا جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. صافي دابا هنا نرجعو نعمرو الغرز ديالنا تاني، نديرو العقيقة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وعنركب دابا العقيقة. أنا درت العقيقة، غنجي لهاد الغرزة هادي، هاهي كنتمنى تكون واضحة، هاهي. ونكمل غرزة ديالي، صافي
صافي هنايا غنضرب غرزه هنايا اللي حدا العقيقه، ها هي هادي العقيقه هنايا، غنضرب هاد الغرزه هادي وغنمشي لهاد الغرزه هادي، ما غنضربش ورا العقيقه هنايا كما دائما، يعني غنضرب فهاد الغرزه هادي ها هي، ونكمل الغرز عادي. ثم كما كتشوفوا طريقه سهله، كتجي زوينه وخفيفه. ضرب غرزه في الثوب عاود ورجع نعمر غرز ديالي. هنايا في هاد الغرزه في هادي غنضرب ثلاثه الغرزات، ها واحد ها جوج ها ثلاثه، ونضرب الغرزه هنايا ونكمل. صافي دابا نفس الطريقه غادي نعاود نتوعبر بهاد الغرزات باش نغلف الكورنيطه ديالي. صافي رجعت ثاني هانتوما كيما كتشوفو، صافي هانتوما يعني غنطلع تاني باربعة الغرزات بحال هادي، وانا طالعة حتى نكمل سبعة العقيقات هنايا عندي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هيا، وديك الساعة ان شاء الله تشوفوا الشكل الاخر. هذا دابا الفتحة العنق هي طالعة عندي، هانتوما كما كتشوفوا درت سبعة العقيقات هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. صافي غنكمل انا الغرزة ديالي، نعمر الغرزات هادي اخر واحدة. نديرو غرزة هنا، هاهي عندنا غرزة بين العقيقة، نمشيو لهاد الغرزة هادي. هنا عندي ثلاثة الغرزات كنديرو، واحد جوج ثلاثة، نعمر هاد الغرزة الثاني. هما كنتمنى يكون الفيديو واضح، هيا رجع نعمر وغنفتح الكوزة ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا هنايا عندي 12، هنا 12 غرزة وهنا 12 غرزة، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش.
صافي غنضرب هاد الغرزة هادي وهاد الغرزة هادي غنخليها خاوية هاهي غنخليها خاوية هادي وغنضرب في هاد الغرزة هادي باش غنفتح نص جوزة هانتوما كيما كتشوفو هاهي صافي غنكمل هنايا كنتمنى يكون الفيديو واضح الإضاءة شوية ناقصة لكن معليش كنتمنى يكون واضح الفيديو والشرح مفهوم رجع نعمر الغرز صافي هنايا عندي جوج غرزات عنديرو ها هما وغرزة هنايا في الجنب هنرجع تاني وسحوينا تاني عاود هانتوما فوق هاد العين هنضرب غرزة نخلي هاد الغرزة هادي تاني هاهي نخليها غنمشي للغرزة التانية هاهي صافي ونكمل بحال هاد الشكل هذا يعني غندير بحال هاد الشكل هادي هاهي دلكوزة وهاهي هاهي كنتمنى يكون الفيديو واضح صافي غنطلع انايا نكمل ونرجع معاكم ان شاء الله هانتوما انا درت دابا 8 1 2 3 4 5 6 7 8 انا عندي راه ها هي ها 8 8 د العوينات عندي هنايا صافي رجع نعمر الغرز عمر هاد الغريزات ديالي صافي دابا ما نزيدش الغرز نفتح العوينه صافي درت انا 8 د العوينات انا نوقف هنايا صافي باش نتنيتو صافي نحيد
النوتة ديالي ها هي، هانتوما كما كتشوفوا، وعند سنين تو بحال ما هكا ها هي. كنتمنى يكون الفيديو واضح والشرح مفهوم. ها هي عند سنين تو بلا هكا ها هي، ونتني ثاني ها هي، ونشد في التنبال ها هي. صافي هي بحال ما هكا، هانتوما كما كتشوفوا باش غنبل هنايا العنق بحال ما هكا هاهي غيمشي لي معاها. هانتوما صافي هذا هو العنق، هانتوما كما كتشوفوا كيفاش كيجي العنق الفتيحات العنق كتجي زوينة وخفيفة هاهي. وهنا كيكمل ليا الفيديو ان شاء الله الى درس اخر وفيديو اخر ان شاء الله. واقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.